بقول لك ايه يا حاج شكري؟ هو انت ناوي تتغدى وتمشي على طول ولا هتقعد لحد بالليل؟ جرايه يا سمير، ده انا كنت فاكرك هتقول لي اقعد معايا لحد بعد العشاء. انت قصدك العشاء؟ اصل التشكيل بيفرق يا حاج. عموما اطمن، انا ما ينفعش اتاخر. بقول لك ايه؟ انا عندي ليك حته مفاجاه، انما ايه هتبسطك. ايه؟ هتشحن لي كارت ب100؟ لا 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 لا، حسين ابن عمك اتصل بيا امبارح وسالني عليك. حسين ابو النيل؟ ده ايه اللي فكروا بينا ده؟ ده انا بكلمه قد كده وبينفض لي. صلة الرحم يا اخي، وبعدين الراجل عرف ان الثانويه بتاعت ابونا النهارده، قام اتفق معايا انه هيعدي علينا وهيتغدى معانا كمان. يتغدى ليه يا عم؟ يتغدى ليه معانا يا عم يا ناقصه؟ بقول لك يا عم الحاج، انا الشهر ده مفلس ومعيش اكل نفسي. مفلس ازاي؟ ما هو خير ربنا كتير اهوت فرختين في التلاجة هيكفونا. يكفوا مين؟ الفرختين دول انا عينهم لرمضان الجاي، هي بسملة قهوة من كنكة غيرك يا حاج. ما تعزمنا انت بدل فقيس قوي كده. انا؟ ده انا ما حلتيش غير اجرة البيجو اللي هتوصلني المنصورة. انا على الحميد المجيد. يا حبيبي يا مصفر يا كده يا حاج. الرضا. الرضا يا سمير يا اخويا، انا ما عنديش اي اطماع في الحياه. اتفضلوا الغدا جاهز. اتفضل استاذ حسين. اهلا وسهلا، والله ليك وحشه. حلوه ليك دي، اهو انت اللي ليك. اتفضل. براحه يا عم. ايه السجاد هينزل سخيف. والله وحشاني رخامتك يا سمير. واضح قوي يا اخويا انها وحشتك، ده انت واخواتك ولا بتسالوا علينا ولا ما بتصل على المحمول بتنفض لي. الدنيا مشاغل يا سمير، انت فاكر ان انا ببص على الشاشه ولا بسمع رنته حتى؟ ايه ده؟ بلغتك انت شيكن وينجز، بلغتنا احنا جناحه محمره بالصلاه على النبي. ولقيت فرخه بثلاث تجنيحه فين يا سمير؟ لسه بخيل زي ما انت يا سمير. طب ما دام انا بخيل وانت ابو الكرم كله، ما دخلتش علينا ليه ان شاء الله بحماميه؟ مشويه ولا محشيه يا سمير؟ عيب يا سمير عيب. سيبه اللي فيه ده ما يبطلوش ابدا. كل. متشكرين يا سمير على الاوبن بوفيه اللي عملته لنا ده. وشايب فتله على الله يطمر. الا قول لي يا سمير، عامله ايه الحياه معاك؟ انا اخر حاجه سمعتها ان انت تخرجت من معهد خدمه اجتماعيه ومن ساعتها مش لاقي شغل. يا حسين يا ابن عمي، انا ما اتخلقتش عشان ابقى موظف ولا صاحب شركه ومسؤوليات. وما اتخلقت عشان تبقى ايه؟ عاطل؟ انا مستشار. مستشار؟